السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. أخواني اليوم نبغى نسوي عملية تبديل، نبغى نشيل الأنثى هذه نحطها مع الذكر هذا، ونشيل الأنثى هذه الزرقاء ونحطها مع الذكر ذاك اللي ورا، عشان لهم تقريبا دحين 3 شهور ما أعطوني شيء، وما يعني ما تأقلموا مع بعض، ما توالفوا على بعض، شايفين كيف يا اخوان؟ فاللي هسويه انا هشيل الانثى من قفصها واحطها في قفص الذكر هذا، والانثى هذه احطها في قفص الذكر هذا. ليش؟ اذا بدلت الذكور شلته وحطيته في بيت الانثى هتصير مشاكل كثيرة، الانثى هتكون مسيطرة. ليش؟ هذا قفصها وبيتها، لكن لو حطيت الأنثى في قفص الذكر هنا يعني هتكون الأنثى ما لها سيطرة وما لها هيمنة. ليش؟ لأنها داخلة على بيت الذكر، فهمتوا علي يا إخوان؟ أما إذا كانت ودخلت الذكر على بيت الأنثى، لا هنا هتكون الأنثى هي مسيطرة ومهيمنة، فما راح تعطي اي مجال للذكر، فهمتوا قصدي يا اخوان؟ فدائما لما انت بتسوي عملية تبديل شيل الانثى حطها في قفص الذكر، لا تحط الذكر في قفص الانثى. الان انا اوريكم، شوفوا يا اخوان، بعد عملية التبديل حطينا الانثى في بيت الذكر هذا، والانثى اللي كانت هنا حطيناها هنا مع الذكر هذا، شفت يا اخوان؟ طبعا اول كانوا مكشوفين على بعض، هنا كان يعني انت ممكن تشوف الذكر حقها، والعكس كمان كان يقدر يشوفها، يعني بان. طبعا اذا بانوا وشافوا بعض اظنهم مستحيل يعني انهم يعني تخش مع الذكر الثاني الجديد، فعشان كده عملت لهم فاصل، شايفين؟ خليت الأنثى دي ما تشوف الذكر حقها، واضحة معاكم ولا لأ؟ شايفين؟ هذا الأنثى هنا تحت بينهم في قفص، وبعدين فوق الجوز المغير، شايفين كيف يا إخوان؟ ليش؟ عشان إذا الذكر الأنثى شافت الذكر حقها القديم فممكن يعني عارف تكون لسه متعلقة فيه، لكن إذا حاولت تبعدهم شوية، هو المفروض حتى ما أسمعهم الصوت، لكن المكان عندي ما هو يعني ما هو كبير قد كده، فهذه الطريقة دايما أنا أستخدمها، والحمد لله يعني خلال أسبوعين يعني تجاوز تركب الزوج الجديد، وسلامتكم. هذا كل شيء يا إخوان. إذا استفدت من المقطع يا أخويا أنشره لغيرك لعله هو كمان يستفيد، جزاكم الله ألف خير.